التطورات الأخيرة التي تأتينا من المحكمة الإدارية اللي قالت كلمتها وأعادت المنظر الزنيدي وأيضا عبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي بصفة نهائية، لأن هذا الحكم بيت ولا يحتمل تعقيب ولا حتى شيء. فما برشا ردود فعل، فما اللي معاه وفما اللي ضد، بطبيعة الحال مش ضد قرارات المحكمة، ضد هؤلاء المترشحين وفما اللي معاهم. رصدنا أبرز ردود الفعل، مثلا رفيق عبد السلام بوشليكة اللي هو اليوم مقيم في الخارج، هو سهر راشد الغنوشي وكان أيضا وزير خارجية، يقول بالحرف الواحد الشيطان ولا قيس سعيد. حسب رأيك أنت كمواطن تونسي، هل هذا يندرج ضمن يعني النقد وحرية التعبير وما إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما يجيش قبل كل شيء. علاش بلاد ديمقراطية؟ ديمقراطية تنافسوا منافسة نزيهة، كل إنسان عنده حق باش يترشح، والصندوق هو الكل. نروحنا على الميدان، شكون قاعد يقدم في خدمات؟ شكون قاعد يخدم؟ المواطن هو السيد. أما كان تقول لي أنت باش تقصي فلان وتقصي فلتين، لا، الصندوق فيصل ما بيناتنا نحن، فهمني؟ والبلاد هذه باش تقدم؟ تقدم بشوية ديمقراطية ونفهموا بعضنا، فهمني؟ نقول المسيء أسأت ونقول المحسن أحسنت، هكا ولا؟ إذا كان هو باش يحكم على فلان وفلان، شبيك أنت حكمت قبل ما عملت شيء؟ هكا ولا؟ هكا حماك حكمت قبل وما عملت حتى شيء. مهما كنا ضده احنا المترشح هذا، يجوز أن نقولوا عليه الشيطان ولا هو؟ حتى واحد ما شجتنوه، كل واحد عنده حق باش يترشح، علاش ديمقراطية؟ هي ما هي ديمقراطية هكا ولا؟ كيما نقولوا احنا باللغة العربية باللغة الدارجة نتاعنا، كيما نقولوا ذراع كعلاف. صندوق بيننا فوز فيصل ولي صح عليا، جانا واحد يخدم خدام، علاش ما نعاونش ونقموا معاه؟ هاك خدمت انت قبل وحكملت ما عملت شيء، جاي تو تشيت في الناس خاطر البر انت، وكان جيت انا تقولها ما يقولهاش خاطر، وكان جاي ما ندخلوش في خصوصيه الناس، مي احترم الناس نحترموك وكاهو. بالطبيعه نقد، هذا نقد وتطاول على الدوله، خاطر قيس سعيد هو يمثل الدوله، فهمت؟ ويفواه معناها نقد، مش نقد، هو ما يتسماش نقد، هذا شتم، فهمت؟ هذا شتم، وهذا يعاقب عليه القانون، على خاطر هذيك رئيس الدولة يمثل هيبة الدولة، فهمت؟ في الخارج، وهذا تطيح من قيمة الدولة التونسية. لو كان تعدى على القضاء وصدر في حقه مثلا حكم، يخرجوا يقولون خاطر عبر على رايه وعلى تدوينه فيسبوكيه، هل هذا تعبير عن الراي؟ لا، مش هذا مش تعبير عن الراي، هذا يعاقب عليه القانون، هذا يسمى شو نعيطوا له، القذف، هذا قذف، هذا سلب، هذا قذف، هذا فهمت، هذا يعاقب عليه القانون، مو معناها تصدر في حقه بطاقة جلب ولا تفتيش ولا ما بين قوسين. الكلام هذا ساعة ما يتقالش في مسؤولين، ما يتقالش في مستوى وزير، كان وزير خارجية وفي مستوى معناتها باش يوجهوا الرئيس الجمهورية، مهما كانت صفة قيس سعيد ما جاش صدفة، جابته الانتخابات اي وصندوق، والشعب التونسي عنده تأييد نتاع مال قرب حوالي 3 ملايين، معناتها باش يقول معناتها هو شيطان 3 ملايين اللي انتخبوه، والشعب التونسي بالتالي الشعب التونسي اللي مثله قيس سعيد، وهذا ما يخرجش علينا نحن في التوانسه باش نواجهوا نوع من الاتهامات. كنت في السباق، كان وزير هو في الخارجيه، اليوم وقع تبديله بوزير اخر خارجيه، جاوب زوز ثلاثه وزراء خارجيه، نورمالمون ثم استمراريه الدوله وثم احترام القانون. شنو اللي ربطنا نحن؟ الميثاق الوحيد اللي ربطنا كتوانسه شعب تونسي هو القانون التونسي والدستور، هكا الدستور والقانون التونسي هو. لكان يرى الكلام هذا معناتها عنده مصداقيه في كلامه، وكلامه يعتبر على حق، يجي يقولوا في تونس، علاش يقولوا في حاله فرار؟ يجي يقولوا في تونس، يجي يقولوا في تونس ويبدي برايه، لكن يلقى شعبيه وراه توا يولي هو ربما يقدم روحه حتى للرئاسه. راي خاطئ وغير مقبول وانسان غبي باتم معنى الكلمه، لان الرئيس الجمهوري قيس سعيد فهو رئيس تونس، فهو ولد القانون، فهو قاعد يعي ما يفعل، والوطنيه فهو وطني قبل كل شيء. الرئيس قيس سعيد هو رئيس وطني، واللي يحب تونس هذاك هو الرئيس
المناسب في المكان المناسب. انا نقول العكس، انا نقول العكس، اكل الجماعه هذوك كل يعراونا وكل يتراونا. كيش قال الرئيس نتاعنا؟ قال لا رجوع الى الوراء، ديما نقدموا القدام ما نرجعوش للتالي. يزينا ما وخرنا، يزينا باش اكثر شيء باش الشعب التونسي كل ضاع وجاع. يز لا قيس سعيد رئيسنا، ربي يطول لنا في عمره وربي فضله وربي يخليهونا. مازال لحركة النهضة يعني مستقبل سياسي في بلادنا؟ شيء 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 من اللي جات هذه حركة النهضة عريتنا وتريتنا ولكت البلاد. ربي بقى لنا السيد الرئيس بتاعنا قيس سعيد وربي يخليهونا. وذا بالحكومة حكومة بلادنا رايدة تو ترقد في الشارع، تقعد في الشارع تمشي من بلاد لبلاد لاباس. وقت الثورة ما مشيش انا من رواح، انا من بنزرت راه، وما نروحش من تونس لبنزرت بالمغرب. تو تمشي للصليل تروح على روحك، بلادنا رايدة. كانت الشارع هذا نظيف هكا كان نهار كل ولا سسبوا الثورات اللي بداوا هنا والاحتجاجات ولا شنو. حكت تصلي عليهم على بلادنا خمسة وخميس. ربي فضلنا قيس سعيد رئيسنا وكا هو، انا توا فرحانة بي. انا نحب كان رئيسنا هذا يا ربي يستر وربي يفضلوا لنا. شنو ما عجبني به؟ يخدم على روحه واختي، يمشي هكا يمشي للريف، يمشي لك العباد الزوايا ولا كلهم. الحق نتاع ربي باهي وكا هو، انا عجبني وديما نتفرج فيه في التلفزه، ديما نتفرج فيه. نحب رئيس ربي يفضلوا لينا. ماهوش كلام، ماهوش راي. شنو هي شيطان ولا قيس سعيد؟ اخي انت بشر تردوا شيطان؟ انت معقوله هذه؟ ماهيش معقول. هل هذا حريه تعبير؟ ماهوش حريه تعبير، هذا جهل، انا نسميه جهل، جهل وقلة وعي. يجوز ان نشيطنوا اي انسان مهما كنا مختلفين معاه؟ لا يجوز، لا يجوز مهما كانت صفة. راهو انسان وربي خلق انسان، كيفاش انت تجي تشيط تردوا شيطان؟ معقول؟ كانوا في يوم من الايام يخطبوا، اي كانوا كانوا، لكن مشاو على رواحهم. ماهوش تو انت تنجم ترد انسان شيطان؟ معقوله؟ مهما يبلغ ومهما كذا ما يجيش، ماهوش كلام. شنو هو الشيطان في بلاص قيس سعيد؟ ما تجيش، انا ما نقبلهاش. انا مخي حتى مخي انا التوانسه الكل ما يقبلوهاش. شنو هي رئيس؟ هذاك رئيس ومنتخب من طرف الشعب، يلزمك تقبله. هذوما ناس نعرفوهم احنا ويعرفهم الشعب التونسي، وهذوما اللي حق فيهم الآية ربي سبحانه وتعالى قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. هذوما الشياطين هذم خرجوا هربوا وشيطوا في الناس اللي قاعدة تخدم لأرواحهم، ونعرفوه هما ونعرفوا قيس سعيد. واللي جاء على كل حال ثم شعب يحكم واحدة اثنين، ما نعرفش أنا حسب اجتهادي الناس هذم هما عطاوهم باش يترشحوا، لكن عندهم قضايا ما نعرفش بدهم، عندهم قضايا هيك تجبد القضايا قبل الواحد ويحكم عليهم قضاء كالعادة، مانيش عارفة. على كل حال إن شاء الله ربي ينجحنا وربي ينجح الشعب التونسي ويخزروا لنا المشاكل هذه ويزيونا من المشاكل. وانما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. تو هذاك في اخر الدنيا شيطان في الراجل صاحب المليار، ما هو اللي سرق المليار هذاك صبوا فيه. اي ومن المعقول والمنطقي يحاكم. شو شيطان في الناس في واحد نتخالفوا في الراي، نتخالفوا في كل شيء، ما نتخالفوش في المبدا وشيطان ومش شيطان. وهم يا اخي ما عملوها لنا قبل. نقولوا قيس سعيد ناجح وابكي على همكم انتوما، مصيركم معروف، فهمتني؟ وبالنسبه للنهضه الله يرحمها، كان جا لهنا راهو وصل 54 هكا 54 راهو يتحاسب، ما هرب صح عليه. تونس تونس ما عادش يحلم به. هذه حريه تعبير؟ لا، كلام البذيل عمره ولا كان حريه تعبير. شنو نسموه هذايا؟ قل وقلت ثقافة. واللي كان وزير خارجية ها طلع الله غالبه برا، هذاك هي دنيتنا وهذاك بلادنا وهذاك تونس وهذاك الاختيار، فهمتني؟ حزب حركة النهضة بكله بكليله
ما زال عنده اليوم دور سياسي، ما زال عنده يعني غطاء شعبي؟ لي أنا ما عادش عنده دور. والله حسب خبرتي، فهمت؟ حسب خبرتي، حسب مرة، فهمتي؟ الإسلام السياسي ما عندوش دور كبير في تونس. وذي يقولوا فزاعة، يقولوا الإسلام السياسي، إيش معناها الإسلام السياسي؟ الناس يحملينها فزاعة وني كذا وني كذا وكذا. كشخص نحترموه، كشخص السيد هذا عبد المكي نحترموه، لأنه شد وزير السياحة وقدم خدمات جليلة، ما نكروش هذا. السياحة؟ وزير الصحة، صحة شد الصحة. عبد اللطيف المكي. فهمتني؟ بالنسبة للمنظر الزنايدي ما خدم قبل، حكمه في النظام القديم، إيش عمل؟ هكا ولا؟ ماك حكمت انت قبل في النظام القديم، مش عملت تو بتجي تعمل تو، كان فالح رقم البارح، فهمتي؟ هذه اللي بنتي يعني حاجات اللي هي بلاد هذه تلم الناس كل، يمين يسار غرب شمال، تلمنا البلاد الناس كل، كل واحد وطريقته وصندوقه، كما نرجع نقولوا راه هو الفيصل هكا ولا؟ وما نشايطنوش بعض، ما ارحم بوك مهما تكون اتجاهات الناس.